استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات قادمة من العاصمة القطرية الدوحة تحمل 15 طنا من المواد الغذائية لصالح قطاع غزة. وأكد الهلال الأحمر المصري قيام متطوعيه بإفراغ محتويات الطائرة لنقلها على متن شاحنات من مطار العريش إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري. من جانبها قالت وزيرة التعاون الدولي القطري للوى الخاطر إن عدد الطائرات القطرية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بلغ 50 طائرة حملت أكثر من 1550 طنا من المساعدات لصالح قطاع غزة.